للأعمال التي نوقشت على المستوى الولائي بإشراك منظمة الأغذية وزراعة الفاو، وكذا برنامج الأمم المتحدة الخاص بالتطوير بنود، وكذا كل الدوائر والقطاعات ذات الصلة، بهدف إشراكهم في المقترحات للخروج بالتوصيات الكفيلة بإنجاح المخطط الخماسي أكواباش 2020. الجانب العمومي يندرج في استمرارية الاستثمارات اللي درناهم في التكوين، خاصة في المجال البحثي، في مجالات متخصصة أيضا بعمليات جديدة أو دراسات جديدة ولا تنفيذها، تنفيذ دراسات اللي تممناهم، وكما ناخذ بالك عملية جديدة اللي داخلين فيها في البرنامج الخماسي الجاي هو تهيئة، قالوا لي شعاب لي غيسيف باتروفي ميرمو. الوغ شعاب جو في فوز اكسبليكي رابيدمون، لكن كثير من البلدان اليوم تقوم بعمليات في البحر باستعمال هياكل بالحديد ولا بمواد أخرى في مناطق اللي عندها امتياز وتلعب دور كبير في تكاثر السمك. Donc on prend ces zones qu'on considère importantes dans la reproduction, c'est les zones frayères, les spécialistes, et on les aménage. On aménage des récifs artificiels pour repeupler l'écosystème dans le monde. Parce que tu mets un peu de béton ou d'autres structures, bon, il y a d'autres pays qui coulent des bateaux. Ça veut dire qu'ils coulent des bateaux et ils coulent dans ces zones-là. Donc, les zones 1, ils sont protégés contre le chalutage. Les gens ne peuvent plus utiliser. Mais ils ne peuvent pas essayer de faire. Ils ne peuvent pas essayer de faire. Ils ne peuvent pas essayer de faire. Parce que quand ils essayent de faire des manières comme ça, les chibacs ne peuvent pas essayer de faire des choses. Ils ne peuvent pas essayer de faire. Et au final, c'est le temps. La hayat, l'écologie, تعاود تنمو وتلعب هذوك المناطق دور كبير في تكاثر مختلف اصناف السمك الطبيعي، ماشي السمك المربي. اللي معروفين في هذه التقنيات هما اليابانيين، خاصة بعض البلدان، وكان جوارنا جيراننا توانسة قاموا بها في العديد من المناطق. احنا في الخمس سنوات الجاية ان شاء الله عندنا دراسة تبدأ في 2015، قد تم تمويلها من طرف في اطار القانون المالية 2015 لتعيين هذه المناطق وكيفية تنفيذها عن طريق ربما مشاريع اولية مع البحث اللي تكون مشاريع نموذجية، ثم نفوت الى الهدف. هو اننا ما نقعدش غير في قال ثروه سمكيه ناقصه، ما عندناش قدرات طبيعيه من هذه الجهه، يعني نقعد غير الا في هذا الجانب، ويزم نحافظوا على الثروه ونضبطوا الامور. يزم نفتحوا ايضا جانب اخر وين يكون عندنا تدخل مباشر، سواء عن هذا الطريق وكاين طريق اخر. كنا درنا عمليه عندها عامين في الطرف تاع استزراع الجمبري في البحر كأول عملية. أنا نشوفه في إطار تبادل وشراكة مع بلدان اللي خاصة كوريا، كيف نقدروا أيضا نفتحوا هذا المجال تاع استزراع السمك في البحر. فو كون إيساي تو موا جو بونس كي فو إتر أمبيسيو، يفو سورتير du pessimisme ambiant. Moi, je suis convaincu qu'on a 9 millions d'hectares en mer et que les 9 millions d'hectares, on a les quelques hectares en mer équivalents, parce que
c'est plus visible au canatéral comment sous une autre unité, ça sera plus difficile à... On a 9 millions d'hectares en mer. Il faut qu'on utilise ce potentiel. La zone de pêche réserve. وين نقدروا نهيئوا نهيئوا وين نقدروا نمنعوا الصيد نمنعوا الصيد وين نقدروا نقوموا بالاستزراع نقوموا بالاستزراع وين نقدروا نطوروا تربية المائيات في البحر نطوروها فو يوتيليزي توت لي بوسيبيليتي نديروها بنظام بتقنيات ننظموا ايضا العمليات الاخرى تاع الانزال وتاع التسويق لان كل حاجه مرتبطه ما تقدرش سي كوم ان كور هيومان تقدرش يكون عندك راس هكذا و يفو كو تو سوا كويرون بور كو لو فلو ايل دونك فوالا بون سي سا لامبيسيون انا شو كونفانكو كو سي فيزابل. العملية التي شرع في الانطلاق فيها في الخامس جوان 2014 قد مست 21 ولاية، 14 منها ساحلية وسبعة داخلية وثلاثة صحراوية. تم خلالها العمل على مناقشة المخطط عبر ثلاث ورشات للخروج بآليات تضمن الشروع في تطبيق المخطط العملية أكواباش على أسس سليمة، ليخرج هذا اللقاء بجملة من التوصيات تم المصادقة عليها من طرف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد سيد أحمد فروخي. معالي الوزير، يعني في إطار مخطط الخماسي من بين الأولويات هو تقديم الدعم والمساعدة لتنمية شعبة الصيد البحري، هل القروض التي ستمنح للصيادين وإلغاء الفائدة مطلع شهر ديسمبر تدخل في إطار المخطط الخماسي؟ الأولويات ماشي تقديم الدعم، الأولويات هي أننا نجند الطاقات للوصول إلى نتائج. الدعم هو إلى وسيلة، خاصة الدعم التقني من جهة التكوين، من جهة المرافقة الغير مباشرة الاقتصادية عن طريق رفع العبء تاع ما يستنتج على القروض، وأيضا التأمين. كل هذه الأشياء إلا إمكانيات. الهدف نتاعنا الأساسي هو الموجود في برنامج السيد رئيس الجمهورية، هو رفع ونضعف الانتاج الحالي ونخلي ان السوق يعاود يولي الى استقرار ما بين الطلب والعرض. هذا العرض يلزم يكون في نفس الوقت متنوع، يلزم يتجاوب مع القدرات الشرائيه لمختلف المواطنين، وفي نفس الوقت يتجاوب ايضا مع متطلبات الاستهلاك زمنيا، يعني يكون متوفر بصفه دائمه. هذه اهم الاهداف تاع البرنامج الخماسي الجاي، ولكن احنا جايين من برنامج خماسي حالي اللي نكملوه، وفي نفس الوقت نقدروا نستعملوا كل الاشياء اللي نكملوها في هذا البرنامج كمداخلات للبرنامج الجاي. هذا وستختتم هذه التجمعات الجهوية في 4 ديسمبر المقبل بلقاء وطني عام سيتم من خلاله المصادقة على المخطط الخماسي أكواباش 2020 والشروع في تنفيذه بإشراك كل الأطراف على أسس كفيلة في إحداث تنمية كبيرة بالقطاع.